تسيبيني من اوضتي ليله دخلتي؟ لو ما طلعتش انا اللي هطلع واسيب لك الفيلا كلها. لا اله الا الله، ما يصحش، دي ليله دخلتي يا حبيبتي. ادخلها لوحدك. ادخلها لوحدي ازاي يعني؟ هو انا ساحر؟ ما يصحش كده يا حبيبتي. ما تقوليش يا حبيبتي، واعتبر بقى دخلتك اتلغت. اتلغت؟ اتلغت ازاي؟ ده انا مستنيها من زمان بفارغ الصبر. لا يا حبيبي، روح بقى استناها في حته تانيه. لا لا بلاش هزار يا رشا، مش معقوله دي تكون معامله عروسه على عرسها. ما تهزرش، شوف لك حته تنام فيها. انام فين يعني انا؟ ماليش دعوه، ان شاء الله حتى تنام واقف. انام واقف ازاي يعني؟ هو انا حصان؟ افتحي يا رشا يا رشا، البدله خانقاني ونفسي اقلعها والبس البيجامه. بيجامه؟ حاضر. لوحدك. ادي النيله على البيجامه الحمراء. قلت لك البيجامه الحمراء دي فال وحش، ما صدقتنيش. يا ريتني كنت جبت الزرقاء، كانت كسرت العين اللي صابتنا.